ولمناقشة آخر التطورات الميدانية والإنسانية في غزة معنا من إسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله. سياسات الاحتلال بمختلف مستوياتها لم تتوقف، منها التجويع والحصار كما هو الحال في كل قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار المجازر التي كان آخرها اليوم في دير البلح وأسفرت عن عدد كبير من الشهداء والإصابات، وهناك أعداد ما زالت تحت الأنقاض. ما يعني كيف يمكن تفسير هذه الهجمات المتكررة والإبادة المتواصلة في قطاع غزة؟ يعني لا يمكن أن يتم تفسير السلوك الإسرائيلي بعيدا عن سلوك الأنظمة المحيطة به في المنطقة أو سلوك الأنظمة الداعمة لهذا النظام المجرم. فواضح أن النظام أو أن حكومة الاحتلال أو أن جيش الاحتلال المجرم لديه ليس ضوء أخضر، لديه أضواء خضر كثيرة من دول المحيط العربية أو من الدول الداعمة له التي أمدته بالمال وبالسلاح وبالرجال. الكيان الصهيوني واضح أنه يتعرض لأزمات كثيرة جدا، ورغم ذلك ما زال مصرا على استمرار هذه المعركة. استخدم المرتزقة بشكل كبير جدا، استخدم الأسلحة الممنوعة أن يتم استخدامها ضد المدنيين، استهدف كل شيء مدني في قطاع غزة، لم يترك حتى الصرف الصحي إلا واستهدفه، واستهدف المدارس طبعا والمستشفيات التي تسمى أحيانا بمراكز الإيواء، مراكز الأمم المتحدة، الشوارع، الخيم. في الأخير بدأ يستهدف بمنازل المدنيين كذلك والخيام بقنابل الأصل أنها يعني محرمة دوليا استخدامها إلا في التحصينات العسكرية وللعسكريين. الآن هذا العدو الصهيوني يستخدم كل هذه الأسلحة المحرمة دوليا على البشر والذين يعني يتغطون بالنايلون او بالخيام البسيطه التي لا تقيهم لا حر صيف ولا برد شتاء، ناهيك عن ان تقيهم قنابل الاحتلال التي يوجهها نحوهم ويرتكب المجازر تلو المجازر. واضح ان لديه ضوء اخضر من الدول العربيه التي حتى لا تستنكر ما يقوم به الاحتلال، ولديه اضواء خضر كثيره جدا من الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين الذين لديهم حق النقد الفيتو التي لا يستخدم إلا ضد قضايانا العربية والإسلامية. أما مع القضية الفلسطينية بالاتجاه الإسرائيلي بين قوسين، هذه الدول تمده بالمال وبالرجال وبالسلاح، وليس أدل من غي هذا النظام المجرم واستمراره في هذا الغي من أنه عرض قبل أيام على طالبي اللجوء الأفارقة، عرض عليهم أن يتم منحهم إقامة دائمة في دولة الاحتلال في مقابل أن ينخرطوا في جيش الاحتلال ويقاتلوا في قطاع غزة. نعم دكتور. نعم. على ذكر العقاب الجماعي، الأمم المتحدة وعبر لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش وصف ما يفعله الاحتلال في غزة بالعقاب الجماعي، وهذا يتقارب مع أوصاف كثيرة وتصريحات أممية في تجريم أفعال الاحتلال وعدوانه. لكن المشكلة دكتور أن الأمور تقف عند التصريحات، وإن كانت هناك محاولات أممية لاختراق هذا الحصار الموجود، لكن للأسف الشديد ليس هناك ثمة إرادة قوية للوصول إلى غزة. ورأينا المؤتمر الذي كان قبل عدة أيام لجوزيب بوريل جوزيب الذي كان على مقربة من قطاع غزة، ولكنه لم يتمكن من الدخول مع أنه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ألا يستطيع العالم، أوروبا، أمريكا، المنظمات الأممية بالفعل اختراق هذا الحصار والدخول إلى داخل قطاع غزة وتقديم المساعدات الحقيقية؟ أخي، المنظمات الدولية كلها بما فيها الأمم المتحدة، صحيح أن موقف الأمين العام غوتيريش جيد، وذهب إلى معبر رفح من قبل، وتصريحاته حتى في القمة العربية كانت تتجاوز تصريحات القادة العرب حتى، أنا أحييه حقيقة. ولكن المنظمات الدولية كلها طالما أن الصوت الأمريكي لم يرتفع ضد ما يحدث، فهذه المنظمات الدولية لن تحرك ساكنا، سواء كانت الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية التي لم تستطع حتى الآن أن تدين مجرد إدانة للمجازر وقتل الأطفال. وحضرتك في مقدمة هذا البرنامج ذكرت أن عدد الأطفال
يعني قارب على 20,000 طفل، نعم يعني نتكلم عن نعم 16 طفل الآن في يقينا في الشهداء، هنالك على الأقل 4 أو 5 آلاف طفل أيضا من الذين ما زالوا تحت الأنقاض أو الذين أصبحت ردموا بيوتهم قبورهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. 20,000 طفل، ماذا ينتظر العالم؟ كل طفل من هؤلاء الأطفال هو ليس رقما فقط فحسب، بل هو طفل له آمال وله يعني مواهب ولديه قدرات، وكان ينبغي أن يكون لديه مستقبل، وهو يعني يعد آمالا لأهله ولوالديه، هؤلاء الوالدين الذين نحن نعرف أن مئات العائلات الغزية الفلسطينية قد تم مسحها من السجل المدني. الحقيقة أن ما يحدث في قطاع غزة هو عار ليس على المنظمات الدولية فحسب وليس على الإنسانية فحسب، بل هو عار على كل الدول العربية والإسلامية وعلى كل المنظمات الإنسانية التي لم تتخذ قرارا أو لم تقوم بعمل حقيقي لإيقاف هذه المجزرة التي لها تقريبا عام مستمرة، وما زال العالم حتى العالم المهتم هو الذي يرقب أو يراقب عداد الشهداء وعداد الجرحى، أما هنالك فئة أخرى من العالم أصبح الخبر لا يعنيها لأنها اعتادت هذا الخبر، وهذه مصيبة أخرى تضاف إلى مصائب أهلنا في قطاع غزة، أن العالم يكاد يكون قد اعتاد أن يسمع في كل يوم 20 شهيد، 50 شهيد، 100 شهيد، 3 مجازر، 5 مجازر في قطاع غزة، الأمر الذي يكاد يصبح خبرا طبيعيا على آذان بعض الناس الذين أنا أدعوهم إلى أن يراجعوا إنسانيتهم، لا أن يراجعوا إيمانهم ودينهم وإسلامهم، بل يراجعوا إنسانيتهم إذا كانوا اعتادوا هذا المشهد وبدأوا يعتبروا أن خبر قتل أطفالنا ونسائنا واستهداف المدنيين في قطاع غزة خبرا عاديا أو طبيعيا، علما أن العدو الصهيوني لا يستهدف في قطاع غزة إلا المدنيين، فهو من اليوم الأول ليس لديه بنك أهداف في قطاع غزة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يرفض نتنياهو أن يعترف به منذ أكثر من 11 شهرا من الإجرام، أنه يضرب في قطاع غزة خط عشواء دون وجود أي بنك أهداف حقيقي لديه، وبالتالي الضحايا هم المدنيون والشهداء هم المدنيون، والقتلى والشهداء الذين نفقدهم هم آباؤنا وإخواننا وأخواتنا وأبناؤنا وبناتنا. كما تفضل دكتور، يعني عدد الأطفال وصل إلى 16,480 طفل من الشهداء، ويمكن عدد النساء تقريبا مقارب إلى هذا العدد. على أي حال، في موضوع آخر دكتور محمود، هناك تصريحان مهمان. الأول لعضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي اسمه عميت هاليفي، قال بأن الجيش لم يحقق انتصارات في رفح لا على كتيبة ولا على سرية، وأنه أعداد المقاتلين في رفح من حماس والجهاد تزيد على 8,000 مقاتل. الأهم من ذلك ما قاله رئيس فرقة غزة السابق، تلك الفرقة التي أبادتها المقاومة يوم 7 أكتوبر وقضت عليها. قال هذا الرئيس السابق بأنه لم يتم القضاء على حماس، وهي تعود لاستلام المدن ويعني السيطرة عليها بعد انسحاب قوات الاحتلال بربع ساعة فقط. ما دلالة هذان التصريحان المهمان دكتور؟ يعني كل تصريح صادر عن صهيوني هو قطعا لديه هدف داخلي وهدف خارجي. نعم. عميد هليفي، أنا أدعو المشاهد أن يبحث عن مواقف عميد هليفي منذ بدء معركة طوفان الأقصى، وقد صرح، أنا لن أبالغ إذا قلت عشرات التصريحات التي تنتقد سلوك حكومة الاحتلال وتنتقد سلوك الجيش الإسرائيلي وتنتقد سلوك نتنياهو بالتحديد. واضح أن هذا الرجل لديه أهداف سياسية، واضح أنه يريد أن يركب موجة المعارضة التي فشل في أن يعني يحسن قيادتها يائير لبيد الإسرائيلي. واضح أن عميد هليفي فعلا يخطط أن يكون له دور في الحكومات الإسرائيلية المستقبلية، لكن أنا أؤمن أن جميعهم كلهم مجرمون. يعني رئيس المعارضة الذي ينبغي أن يعمل لإسقاط نتنياهو يقول له إذا في واحدة من تصريحاته العجيبة يائير لبيد، يقول إذا تخلى عنك إتمار بن غفير وسموتريتش الداعمين الأساسيين لبقاء نتنياهو، أنا سأعطيك شبكة أمان بحيث تبقى حتى تنهي حرب قطاع غزة، الأمر الذي يعني أنه موافق على كل المجازر، على كل الإبادة الجماعية وعلى كل القتل
لأهلنا المدنيين في قطاع غزة، وفي هذا السياق يعني يندرج كل التصريحات التي تصدر سواء كان عن سياسيين أو عن عسكريين، كما حضرتك ذكرت رئيس فرقة غزة التي انتهت أسطورتها تماما يوم 7 أكتوبر. وأنا أتمنى أن يتاح لنا أن نتكلم عن 7 أكتوبر دائما، لأنه كان يوما عجيبا، يوما تاريخيا، ينبغي للأمة أن تتعلم منه دروسا كثيرة. وليت أمتنا وقفت بظهر وإلى جانب الشباب الذين سطروا البطولات يوم 7 أكتوبر، ما كان هذا الحال حالنا، ولا كانت المجازر هذه ترتكب لو كانت الأمة دعمت أهلنا والمقاومة كما دعم الغرب دولة الاحتلال التابعة له. أليست المقاومة في غزة الأصل أن لديها هي عمق، لديها عمق عربي وإسلامي؟ أين الدعم وأين الإمداد؟ أنا أطالب فعلا بإمداد حقيقي بالمال وبالرجال وبالسلاح من أمة الآن بدنا نفتقد منها حتى القرار السياسي أو التنديد أو الاستنكار. نعم، وقد ظهر جليا عبقرية القرار في ذلك اليوم واستباق ضربات الاحتلال، والذي يقوم الآن باستهدافات وضربات عميقة جدا وخطيرة ضد منظمات وحركات مثل حزب الله على سبيل المثال. كان لابد الانتباه تماما بأن العدو لن يترك أحدا إذا لم يبادر الناس بالهجوم عليه، ذلك الدب الجريح المفترس. دكتور، يعني المشكلة ليست في غزة فقط، على المستوى الفلسطيني هناك مشكلة كبيرة، وهناك استيطان، وهناك عمليات عسكرية ومخططات خطيرة جدا في الضفة الغربية المحتلة. يعني يشتد الخناق هناك، الاستيطان يتزايد يوما بعد آخر، وهناك عمليات عسكرية ونوايا شيطانية من الاحتلال الصهيوني. ما المخاطر المحيطة بالضفة فيما لو بقيت الأمور على حالها؟ الضفة الغربية ليست بمنأى عن المخاطر دكتور يونس. ما يحدث في الضفة الغربية أن الضفة إذا كانت قطاع غزة يواجه الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر، في الضفة الغربية يتم مواجهة الاحتلال الصهيوني بشكل غير مباشر قبل 7 أكتوبر، وبشكل مباشر وسافر بعد 7 أكتوبر. فبعد 7 أكتوبر لا يوجد في الضفة الغربية لا منطقة ألف ولا منطقة باء ولا منطقة جيم. الضفة الغربية كلها مسلحة، وفي الأيام الأولى من شهر أكتوبر، في 15 يوم الأولى من شهر أكتوبر من العام الماضي، قام الاحتلال باعتقال حوالي 5000 ناشط من الناشطين الموجودين في الضفة الغربية، الذين يتوقع أن يقوموا بأعمال التي يسميها الاحتلال العدائية، أو يقوموا بعمليات ضد الاحتلال. سجون الاحتلال اليوم يعني بها قرابة 15000 أسير، ما بين أسرى تم اختطافهم من الضفة الغربية، وأسرى آخرين تم اختطافهم من قطاع غزة. جميعهم حقيقة يعني الأوضاع الإنسانية التي يعيشونها يعني صعبة جدا، ونتمنى أن نفرد لها تغطية خاصة عن الأسرى دكتور يونس. أما الضفة الغربية فهي تعاني فيما تعاني غير وجود الاحتلال، تعاني أيضا من احتلال موازي للسلطة الفلسطينية العميلة والأجهزة العملية، الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي لا يمكن تصنيفها إلا أن تكون ميليشيات تابعة للاحتلال، تسهل للاحتلال القيام بمهامه أو تقوم بتأدية هذه المهام أحيانا نيابة عن الاحتلال. نعم، طيب دكتور، يعني ألا يستدعي هذا من الشعب الفلسطيني أن يتوحد؟ وهل أنت متفائل بهذا الشأن؟ من الممكن تكون هناك وحدة على صعيد السلطة مع الحركات الموجودة، المقاومة وغيرها، أم أنه يعني من الصعب جدا الوصول لذلك الأمل؟ يعني ما يحدث من ألم ومن قتل للفلسطيني سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وما يحدث من تضييق فوق المعقول أيضا في أرضنا المحتلة عام 48، ينبغي أيضا ألا نغفل 2 مليون فلسطيني في أرض 48. هذا الألم، هذا القتل، هذا التجديد ينبغي أن يوحد الشعب الفلسطيني كله خلف خيار المقاومة. أما خيار المفاوضات أو خيار أوسلو أو خيار العمالة وخيار التنسيق الأمني الذي هو خيانة والذي هو ردة عن دين الله عز وجل، كل من يعمل الآن لنصرة هذا الاحتلال هو قطعاً ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا أنا أجزم أنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان فلسطينياً أو عربياً أو مسلماً
أو من أي جنسية كان، الذي ما زال يقدم خدمات لهذا الاحتلال وقطعا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي فرصة أيضا لأن يتوحد الشعب الفلسطيني مع الشعوب العربية المحيطة به التي دولة الاحتلال تهددها. فكما أن الاحتلال إذا أنهى أهدافه في غزة سيتوجه نحو لبنان أو سيعمل على تهجير أهلنا في الضفة الغربية باتجاه الأردن أو باتجاه أي مكان آخر، فهو لا يهمه أين يذهب الفلسطيني، المهم أن يتخلص منه. أيضا الاحتلال عينه على الأردن، الاحتلال عينه على أجزاء كبيرة جدا من المملكة العربية السعودية، عينه على المدينة المنورة يا مسلمين، عينه على مكة المكرمة والكعبة المشرفة، عينه على أجزاء كبرى من العراق، عينه على سوريا كلها، وعينه على لبنان كله، وعينه على الأجزاء الجنوبية من دولة التركية المسلمة. هذا العدو الذي يتطلع لأن يحتل كل أرض المسلمين، وأيضا عينه جنوبا على نصف مصر ونيل مصر العظيمة كذلك. هذا يعني أن الاحتلال لديه نوايا مبيتة ويبيت غدرات كثيرة جدا للدول المحيطة به وللشعوب العربية المحيطة به، التي ينبغي أن تستيقظ وأن تدعم المقاومة الموجودة في فلسطين، وأن تدعم المقاومة الموجودة في لبنان، وأن تحتضن المقاومة الموجودة في اليمن، وأن تمارس هي بدورها المقاومة ضد هذا الاحتلال في أي مكان كان موجود على وجه الأرض. فالاحتلال كله شر، ولن يأتينا كأمة عربية أو إسلامية خير من هذا الشر. أشكرك جزيلا دكتور محمود الشجراوي، أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين. شكرا.